هنعمل النهاردة قهوة عربي بطريقة بسيطة جدا. المكونات بتاعتها عندنا حبهان مطحون، وعندنا قرنفل أو المسمار مطحون برضو، وعندنا بن بس مهم يكون بن نوع ممتاز، وعندنا كمان زعفران، والأهم من كده إن يكون الزعفران أصلي، ما يكونش يعني مغشوش، تبقوا ضامنين العطار بيشتري. دلوقتي معانا هنا كوباية مية، هنبتدي نحطها تسخن شوية، برضو اللبن يسخن شوية. هنجيب شوية من الزعفران، وزي ما قلنا دي قهوة عربي، ونجيب نص معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الحبهان، وهنجيب نص معلقة من القرنفل، وندوبهم كده، معلقة من البن، ونص كمان، ونقلب كويس قوي. ونقلب كويس قوي ما البن يستوي، كله يستوي، ونوطي النار على الاخر لحد ما نحس ان الحاجة استوت، واللبن طبعا هنا بيغلي لوحده مش مضافين عليه اي مكونات. نحط السكر على حسب رغبة البن، في ناس بتحب السكر بكمية البن، كده يعتبر هو خلص خلاص. بنبتدي ان احنا نجيب اللبن سخن زي ما هو، ونبتدي ان احنا نحطه زي ما احنا شايفينه هنا كده اهو، ده بيبقى الشكل بتاع القهوة العربي. ونبتدي نقلب كويس جدا، تمام، بيبقى فيه مصفى، نبتدي نصب القهوة بالهنا والشفا. والله بجد ممتازة، طعمها حلو جدا، واي حد يحبها. ممكن احنا نستعمل برضو لبن مكثف بدل اللبن ده، عندنا كذا طريقة ان احنا اللبن المكثف برضو بيبقى احسن بكتير من اللبن العادي، او ممكن نستعمل لبن بخير وكده. القهوة عربي ممكن ان انتوا تدوقوها، وزي ما قلنا المكونات بتاعتها بسيطة جدا، والاهم من كده يكون في مصفى. وبس كده، دي تكون نهاية الوصفة بتاعتنا. شو رايك؟ سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم حاجات كتير جميلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.